فيديو وجبت لكم اسهل وصفه لبت صنعوا المولا. المكونات كما كما تشوفوا سهله وبسيطه. وقبل ما نعطيكم المكونات ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك وتبارطاجيو لاشين ما تطلع بالخف وديروا لنا جيم. ايا نبداو قلت لكم بالنسبه للمقادير عندنا 6 بيضات، عندنا 2 معالق كبار تاع الكاكاو، عندنا نصف كوب تاع زيت، كوب كامل تاع الحليب، وكوب ونصف تاع السكر، وعندنا 400 غرام تاع فارينة، وعندنا 2 خميرة كيميائية كما راكم تشوفوا، عندنا 2 بيضات، وعندنا ملعقة صغيرة معمرة تاع لافاني. وهيا نبداو نوريكم طريقة الاستعمال او طريقة التحضير. قبل ما نبدا نقول لكم تاع التزيين، هنايا عندنا الكاوكاو مقلي وملحي، وعندنا هنايا معجون كما راكم تشوفوا واللي هو الكونفيتور. ومعلومه بالنسبه للتزيين يكون اختياري كل واحد وشي يبغي. كما راكم تشوفوا اول حاجه جبت البول وغادي نديرو دروك اول حاجه واللي هو البيض كما راكم تشوفوا. شوفوا هاني درت البيضات اللي هما 6، ودروك غادي نضيفوا السكر. بالنسبة للسكر قلت لكم كوب ونص، ونديرو لافاني كما راكم تشوفوا. تاني قلت لكم ملعقة صغيرة وتكون معمرة مليحة. ودروك كما راكم تشوفوا جبت الخلاط كهربائي ونطلعوا السكر والبيض ولافاني. كما راكم تشوفوا ها هو القوام اللي تحصلت عليه. واللي يبغى يخرج له قطني لازم تقعدي تخلطي بالخلاط الكهربائي مدة طويلة، لازم تطلعيه مليح. كاين بزاف يقولوا المولى ما خرجتلناش باسكو ما يطلعوش البيض بزاف مع السكر ما يطلعوهمش مليح. هي باه تخرج لك هكا كما راكم تشوفوا قطنية، لازم تخلطيها بزاف. وفي هذه الأثناء تروحي تحمي الكوشة تاعك واللي هو الفرن، تروحي تحميه غاية بلا ما كملنا المكونات على درجة 230. ودروك نضيفو نصف كوب تاع الزيت وكوب تاع الحليب. بالنسبة للزيت كان لي يخدمو كاس كومبلي، انا نو نخدم بنص كوب باه تجيني خفيفة وقطنيه وما تجينيش ثقيله. ودروك نكملو التخليط بالخلاط الكهربائي. كما راكم تشوفوا ما خلطناش بزاف. ودروك نضيفو الفرينه واللي هي 400 غرام، نصفوها ولا نغربلوها كما راكم تشوفوا 400 غرام. نعاود نذكركم كما راكم تشوفوا، ودروك نضيفو 2 خميرة كيميائية. ودروك جبت هذا المول، المول تاني يكون اختياري كل واحد تبغي يديله الشكل. انا المهم استخدمت هذا، القطرة تاعو 26 سنتيمتر. دروك ندهنوه ورشوه بالفارينة
شوفوا دروك الطريقة. ودروك بعد ما دهنا هذا المول غادي نرشوه بالفرينة. ودروك كما راكم تشوفوا ها هو المول تاعنا جهزناه، درنا له كما قلت لكم الزبدة ورشيناه بالفرينة. وبالنسبة للخليط نعاودو نرجعو له ها ولا دروك شنو غادي نديرو؟ غادي ندير نحطو هنايا ونخلو هكا كمية معقولة قد هكا رفية باه نديرو له هاد زوج ملاعق تاع الكاكاو. لا لا ما نديرش، خلي شوية دير الفيتاس. هاي على الكمية اللي خليناها، دروك غادي نخدمو بها ندفلها الكاكاو. ها هو كما راكم تشوفوا زوج معالق باه نعاود نفككهم ونخلطوهم. حذاري تخلطيهم كما قلت لكم، حذاري تشعلي الباتر، لازم تخلطي هكا شويه باش ما يطيرش علينا هذاك الكاكاو. كما راكم تشوفوا نخلطوه شويه وما نشعلو الباتر باش ما ينطيرش علينا هذاك الكاكاو. دروك غادي نفرغو هنايا على شكل دائري، هي للتزيين الداخلي فقط. كما راكم تشوفوا هاي الطريقة. ماما دوري لي هاكا كما راكم تشوفوا. هكا كما راكم تشوفوا دروك هاولا الشكل تاعو. ماما راهي شالت لنا الفرن 230، حنايا دروك راهي مسح شالاتو، دروك حنا نروحو ندخلوه. ودروك كما راكم تشوفوا هاو الفرن جاهز وحامي، ندخلوها المولا بعد ما طابت وقلبناها. دروك تبقى في التزيين، التزيين يكون اختياري كما قلت لكم. غادي انايا نزينها بالمعجون و بالكاكاو. دروك شوفوا بالتزيين غادي نعطيكم اقتراحات، كاين اللي يبغي يدير ناباج، كاين اللي يدير الشوكولا ناباج يخرج لكم كيما تاع المحلات تخرج بنينه ثاني، كل واحد شي يبغي. قلت لكم التزيين يكون اختياري، انتي اللي شا تبغي ديري. هيا على بعد ما دهنتها كامل بالكونفيتيو كيما راكم تشوفوا راهي تغير. دروك نزينوها بهذا الكاكاو، عفوا كيراكم تشوفوا هاكا بزاف. وهذه المولة اللي راكم تشوفوا فيها راه عندنا خالي صغير. انا